تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. بس النادي الاهلي اللي خلى عندنا صحه ولا سعاده ولا اي راحه نفسيه او راحه عقليه او راحه جسمانيه مع هذا الفريق اللي بنشجعه بكل جوارحنا، ولكن للاسف النادي الاهلي لاعبي النادي الاهلي بتخذلنا مرات عده. هنتكلم في الامور الفنيه والجوانب الفنيه في الفيديوهات التاليه. احنا عندنا 3 فيديوهات النهارده، الفيديو الاولاني بتاع مرتضى منصور ورده على سيد عبد الحفيظ، عشان سيد عبد الحفيظ تخطاه وتجاهله تماما وقت تسليم الميداليات وتسليم الكاس لنادي الزمالك، واتكلم على كابتن الخطيب وسخر من الكابتن الخطيب، وفي نفس الوقت بعد ما سخر من الكابتن الخطيب طلب منه الصلح. انا اهو في مركز قوه، تعالى نسلم على بعض ونبوس بعض وعفى الله عما سلف. طيب انا مش هطول عليكم كتير، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو بتاع مرتضى منصور وهو بيرد على سيد عبد الحفيظ، وكمان سيد عبد الحفيظ وهو بيتجاهل السلام على مرتضى منصور. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى وكلامه على تجاهل الكابتن سيد عبد الحفيظ، وكمان عرضه الصلح على كابتن الخطيب، وكمان السخريه من الكابتن الخطيب. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو بتاعنا. يلا بينا. النهارده ايه تعليق حضرتك؟ مبروك لجماهير الزمالك المحترم، مبروك للجهاز الفني، مبروك لامير مرتضى، مبروك للعيبه، مبروك للجهاز الاداري والطبي. تمام. انا فرحان بفرحه الجماهير بصراحه، بالملايين في العالم كله فرحان بيهم. وده وضع طبيعي، كل ما جد وجد. تمام. ازرع هتنت الثمار هتطلع نتيجه الزرع. وانا قلت قبل كده انا سايب، هو متفرغ، هو خد دلوقتي كاس البلاغات والبيانات وانا خدت الكاس بتاع الكوره. هو خد يعني اللي حصل كل واحد ضميره. لا البلاغات هتعمل حاجه ولا هي هتعمل حاجه، وبقول له تعالى بقى حط ايدينا في ايدين بعض. محمد تحت اتحبس وانا طلعت اهون، وانا هنا المركز هو، تعالى حط ايدينا في بعض عشان البلد مش عشان حد. تمام. حضرتك بعد الماتش وقت الجمهور الزمالك الوقت النهارده كان مشجع 95 دقيقه. حضرتك شفناك بعد الماتش رحت بقيت لجمهور الزمالك الوقت اللي كان مشجع 95 دقيقه، ايه سالتك للجمهور بعد الماتش؟ مشجع ميسي، مشجع طول 90 دقيقه. طبعا محترم. طب حصل حاجه على الماتش اثناء التتويج؟ حصل. ايه الموقف اللي حصل؟ اللعيبه كلها سلمت عليا في النادي الاهلي، كل اللعيبه. تمام. والجهاز الاداري والطب كلهم بامانه شيء محترم. الاخ سيد عبد الحفيظ يعني ميعاديني، مين انت يا سيد حته بتاع قد كده قد كده خلاص، واقف انك عايز اخوانجي والبلد سايباك حربان هنا في السنه. شكرا يا كابتن. وقت تسليم الجوائز او ميداليات المركز الثاني، النادي الاهلي طلع وسلم طبعا بين مرتضى وما بين كابتن سيد عبد الحفيظ ما صنع الحد زي ما كلنا عارفين، وإلا ادبه ده اخوان جدا مش عارف ايه، ده اتضرب على قفاه، ده فشيء طبيعي ان انا اشوفك ما سلمش عليك. انت في كل المناسبات وفي كل القنوات وفي كل البرامج بتدخل بتقل ادبك على شخصي، مثلا انا بحط مكان نفسي مكان سيد عبد الحفيظ، بتقل ادبك عليا وبتهلل شيء طبيعي لما اشوفك ما سلمش عليك. ده لو اخويا وبيقول عليا الكلام ده وانا هشوفه مش هسلم عليه، ازاي انت بتطالب سيد عبد الحفيظ انه يسلم عليك وانت لسانك شاتم بيه سيد عبد الحفيظ واهنته وقلت ادبك عليه؟ شيء طبيعي ان سيد عبد الحفيظ يستثنيك ويتخطاك وما يعبركش، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت بتقل ادبك بتقول انا حبست المحامي بتاع النادي، لا انت ما حبستوش، نفس الحكم اللي اخدته انت هو اخده محمود عثمان، محمد عثمان المحامي بتاع النادي الاهلي، هو سنه مع الشغل و 10,000 جنيه غرامه، هيعمل معارضه على الحكم او استئناف على الحكم، هيبقى سنه مع ايقاف التنفيذ و 10,000 جنيه غرامه، زي ما حصل معاك بالظبط، انت خدت ايقاف سنه مع التنفيذ و 10,000 جنيه غرامه، هو نفس الحكم، وبتقول لي كابتن الخطيب تعالى انا في مركز قوه مش مركز خوف. لا يا حبيبي انت مش في مركز قوه، عمر ما كان قليل الادب في مركز قوه، وعمر ما صليت اللسان ما في مركز قوه، واحنا بنتمنى المحكمه الاقتصاديه تحكم بقى في قضيه نادي القرن وال يعني معلش انا رايح من الكلام لان انا منفعل من امبارح، وزي كل الاهلاويه زي كل الاهلاويه وملايين الاهلاويه، ففي كلام بيسقط من دماغي. المحكمه الاقتصاديه تحكم بقى في قضيه يافطه القرن
والخسائر اللي جت على النادي الاهلي الخسائر المعنويه والادبيه والماديه بانك ترفع يافطه في كل حته ان انت نادي القرن الحقيقي وانت مش عارف ايه. فكونك ان انت بتدعي شيء مش انت فيه طبعا في يعني محكمه اقتصاديه نتمنى انها تدي حكم للنادي الاهلي لان مرتضى منصور اخذ حاجه مش بتاعته وحطها على نفسه زي واحد يبقى مش دكتور ويحط على نفسه دكتور وياخد لقب دكتور ويطلق على نفسه دكتور وهو مش دكتور او واحد ياخد علامه تجاريه من مصنع كبير او من شركه كبيره ويحطها على بيتهم او على مصنع خاص بيه ويسمي المصنع ده باسم شركه كبيره او فالشركه الكبيره لازم تعود عليك بالضرر المادي والمعنوي والخ. فمرتضى منصور بعد ما يقول ان الخطيب ناجح في هو فاز في البيانات وفي القضايا وفي مش عارف ايه وفي البلاغات انا فزت بالكاس يا حبيبي انت ممكن كنت خسرت. هو نادي الزمالك عمل حاجه غير خطأين اللي جم على النادي الاهلي وهنتكلم في الاخطاء خطا الشناوي وياسر ابراهيم اللي ما ينفعش اتنين يعملوه ما ينفعش خالص ان هما يعملوه. فدي حاجة يعني تحزن ان الفريق اللي قصادك ما يلعبش عليك كورة او امتلكوا زمام الامور ولعبوا عليك كورة وانت ما لعبتش في الشوط الاولاني واللعيبة تايهة تماما وضايعة تماما. ولكن النادي الاهلي كان ممكن ياخد البطولة دي كان ممكن يكسب البطولة دي ولكن احنا خلاص سئمنا كلام دعمنا كتير ولعبنا وقلنا كتير لكن اللعيبة دي خلاص انتهى وقت الدعم ليها. اللعيبة دي ما ينفعش حد يدعمها تاني كل هتدعمها تاني هتخسر تاني. انا واحد من الناس دعمتهم بعد ماتش بيراميدز بعد ما كان معدمنا محروق وكان لازم ندعمهم عشان ماتش يوم الخميس بتاع امبارح جم في الماتش زي ما حضراتكم شفتهم كده حرقوا دمنا وخلوا اللعيبه تتصيط على قفانا وقول زي ما انت عايز تقول لكن مرتضى منصور طالع بيسخر من سيد عبد الحفيظ وطالع بيسخر من الكابتن خطيب وفي نفس الوقت عايز يصطلح مع الكابتن خطيب عشان خاطر البلد بلدي. ما انت بتكسب اول البلد معاك زي الفل انت هتموت عشان الكابتن خطيب يقعد معاك. في ناس عندها سخط كبير من كابتن خطيب احنا علينا تحفظات بالجمل على كابتن خطيب بس مشكله الكابتن الخطيب حاجه واحده بس ان هو محترم في زمن ما فيهوش اي احترام. هو دي هي مشكله الكابتن الخطيب الزمن ده مش عايز المؤدب بالذات لما يبقى اللي قدامك مش مؤدبين. لو قدامك مؤدبين خلاص خليك مؤدب ومحترم لكن اللي قدامك مش مؤدبين وغير محترمين لازم تعاملهم بنفس اسلوبهم وبنفس طريقتهم. طبعا الكابتن الخطيب مش هيعمل كده وانا ما بدعوش الكابتن الخطيب ان هو يعامل مرتضى زي ما بيقول لا بس انا اقصد ان الكابتن الخطيب في مجتمع فاسد للاسف في على مستوى الاداره لا في اخطاء كتير لدى الكابتن خطيب من ضمنها اللعيبه من ضمنها المدرب ومن ضمنها لازم الكابتن خطيب يفتح خزائنه لصفقات سوبر للعيبه سوبر والمدرب احنا مش هنقول يمشي ولا يقعد ولا كده لا هات صفقات سوبر للمدرب ونشوف. على الرغم ان في قناعات كبيره لدى جماهير النادي الاهلي ان المدرب ده يعني ضايع خالص. انتهى الفيديو بتاعنا استنونا في فيديوهات تاني النهارده هننزلها تباعا ما تروحوش في اي مكان وخليكم متابعينا وادخلوا على قناتنا من حين لاخر. والناس اللي ما بيجيلهاش اشعارات اتاكد بس ان انت مفعل زر الاشعارات عشان الاشعارات تجيلك ومختار كل اختار كلمه كل الاشعارات عشان يجيلك اي اشعاره. انها في ناس بننزل فيديوهات بتيجي تقول لي ايه ده انت فين من بدري يا باشا ما انت مش مفعل زر الاشعارات او زر الجرس هيجيلك فيديو بتاعنا بالصدفه كل سنه مره فعشان تتاكد ان يعني دور علينا احنا بندور عليك كاهلاوي وكمتلقي انت كمان دور علينا. لو لقيتنا اتاخرنا ادخل على قناتنا مره واثنين وثلاثه وعشره في اليوم ادخل على المنتدى بتاعنا مره واثنين وثلاثه وعشره في اليوم علشان يجيلك الفيديوهات بتاعتنا. انتهى الفيديو بتاعنا هارد لك للنادي الاهلي النادي الاهلي كجمهور مش كلاعيبه اللعيبه ما تستحقش ان احنا نقول لها هارد لك لجمهور النادي الاهلي اللي وقف بصلابه ورا فريقه ورا مجلس ادارته. ان شاء الله تدعمات قادمه ان شاء الله النادي الاهلي يفوق من كبوته. بشكركم لحسن المتابعه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بنزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي. السلام عليكم.